قصف إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق خلف 11 قتيلاً بينهم 3 من قادة فيلق القدس، أبرزهم محمد رضا زاهدي ذراع الخارجية للحرس الثوري. إثر هذا القصف دارت تساؤلات كثيرة بين محللين ومراقبين حول طبيعة الرد الإيراني على الهجوم. فهل تؤدي هذه العملية إلى حرب شاملة ومباشرة بين إيران ودولة الاحتلال؟ وما سيناريوهات تصاعد التوتر بينهما؟ الهجوم الأقوى على المصالح الإيرانية في المنطقة قوبل بتوعدات انتقامية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأكد أن الفاعلين سينالون جزاءهم. الصحافة العبرية حاولت التنبؤ بالرد الإيراني القادم وصاغت سيناريوهات عديدة، مؤكدة على لسان وزير دفاعها جاهزيتها لكل سيناريو وتهديد. هجمات صاروخية مباشرة على تل أبيب أم زيادة الهجمات عبر وكلائها، خصوصا وأن جبهات لبنان وسوريا واليمن والعراق ملتهبة وقابلة للتصعيد. التوتر يتزايد ليسلط الضوء على احتمالية تصادم قوي بين أكبر قوتين في منطقة الشرق الأوسط، ويبقى المجال مفتوحا لتطورات أخرى في جبهات مختلفة توحي بمزيد من التعقيدات في الوضع الأمني في الإقليم ورسم مشهد جديد في الحرب الحالية على غزة وإمكانية توسعها لتشمل دولا أخرى. فهل ستصنع إيران المفاجأة وترد بقوة على الهجمات التي طالتها، أم أن لها طرق أخرى في الرد على تل أبيب؟